بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي طلاب جريد 5. Our lesson today is comparing and ordering a fraction. اللي فهمته من العنوان ده ان انت بتعمل ايه؟ comparing and ordering a fraction. الاول يعني ايه fraction؟ fraction اللي هي الكسور. يعني ايه الكسور؟ الموضوع الكسور ده احنا بناخده من اول جريد 1. قلنا ان fraction ده يعني انت take apart from equal parts. يعني انت الفراكشن ده is a way to represent a part or a whole number. الفراكشن ده طريقه بعبر بها عن الاجزاء او الهول نمبر. الاجزاء ازاي؟ الاجزاء زي احنا ما كنا بنشوف مثلا، انا مثلا لو قلت لك هاف، يعني ايه هاف؟ هاف يعني انت مثلا بتاخد 1 من كام؟ من 2. لو قلت لك هاف يعني انت خدت حته واحده من حتتين. طب انا لو قلت لك مثلا سيرد، يعني ايه سيرد؟ يعني انت خدت حته واحده من 3. طب لو قلت لك 3 اوفر 4، يعني ايه 3 اوفر 4؟ يعني انت خدت 3 اوفر 4. انا مثلا قدامي هنا كام جزء؟ قدامي هنا 4 equal parts، اربع حتت قد بعض. لو انا خدت منهم 1 يبقى انا الفراكشن اللي عندي كام؟ 1 اوفر 4. طب لو خدت 2 يبقى 2 اوفر 4. طب لو خدت 3 يبقى 3 اوفر 4. طب لو خدت 4 يبقى 4 اوفر 4. طب 4 اوفر 4 ده اللي هو ايه؟ اللي هو ال 1 اللي هو ده هول نمبر. يبقى انا ممكن الهول نمبر اعبر عنه بطريقه فراكشن. يعني انت ممكن ال 1 ده تكتبه في صوره فراكشن، تكتبه 4 اوفر 4. طب انا لو خدت هنا مثلا خدت دي كلها وخدت هنا جزء كمان يبقى ده 1 اند كوارتر، خدت واحده وكوارتر. طب لو خدت واحده من هنا واحده كامله وخدت من هنا حتتين يبقى ده 1 اند 2 اوفر 4. طب لو خدت واحده و3 بارتس من دول يبقى 1 اند 3 اوفر 4. طب لو خدت الاثنين الكاملين دول، الاثنين الكاملين ده يا اما تكتبها 2 يا اما تكتبها لو انت عايز تحولها لامبروبر فراكشن هتكتبها 8 اوفر 4. وخدنا الكلام ده في ليسون 4 في جريد 4. ولو انت عايز تراجع على الدرس ده راجع على جريد 4 ان شاء الله عندنا في القناه. هتلاقي ان الدرس اللي هو كومبيرنج بتوين فراكشن، هتلاقي ان الدرس ده ازاي ان انت تحول بتوين بروبر فراكشن. وقلنا ان الفراكشن عندنا تايبز اوف فراكشن بروبر وامبروبر وميكسد. قلنا ان الامبروبر والميكسد ينفع تحولهم لبعض. طيب احنا ايه الجديد اللي احنا هناخده النهارده؟ احنا النهارده هناخد ان كومبيرنج بتوين تو فراكشن. هيجيب لي في تو فراكشن وانا اقول له مين الكبير ومين الصغير، مين الجريتر ومين السمول. طبعا احنا الليسون ده كنا بناخده قبل كده والليسون ده مش جديد عليا. قلت لك قبل كده ان انت لما يجيب لك عايز تقارن بين حاجتين لازم الحاجتين يبقوا شبه بعض. يعني ايه شبه بعض؟ يعني فيهم صفه مشتركه. يعني ازاي؟ يعني انا مثلا ما ينفعش اقارن بين قلنا عصفوره وسمكه. ازاي اقول لك مين اللي احسن، العصفوره ولا السمكه او مين الاسرع؟ الاثنين مش زي بعض، واحده في الهواء واحده في الميه. لازم عشان تقارن بين حاجتين لازم الحاجتين يبقوا زي بعض. فانت لما تيجي تقارن بتوين تو فراكشن، لما تيجي تعمل كومبيرنج بتوين تو فراكشن، اهم حاجه لازم التو فراكشن يبقوا فيهم حاجه شبه بعض. لو فيهم حاجه شبه بعض قارن على طول. طب لو ما فيهمش هقول لك تعمل ايه. طب تعالى كده نشوف اول هنا اول كويشن 1 بيقول لي بوتس سوتابل ريليشن ليس ذان وجريتر ذان اور ايه. الفراكشن ده كام؟ 1 اوفر 5. طب وهنا كام؟ ده 4 اوفر 5. هنا بيقول لي بقول لو جيت شوف الفراكشن ده والفراكشن ده الاحسن اللي يجيب 1 اوفر 5 ولا 4 اوفر 5؟ طب الاول فيهم حاجه شبه بعض؟ اه فيهم حاجه شبه بعض. ايه اللي فيهم شبه بعض؟ هنا الاثنين الدرجه من 5، الاثنين الدرجه من 5. طب انا هنا لو جيت اشوف الاحسن اجيب 1 اوفر 5 اعتبرك ان درجه امتحان، الاحسن تجيب 1 اوفر 5 ولا 4 اوفر 5؟ لا الاحسن اجيب بالعقل كده اجيب 4 اوفر 5. يبقى انا اختار انهي ساين؟ اختار ليس ذان. هتختار ليس ذان، الساين مش باينه، هتختار ليس ذان. طب انا مثلا لو جيت اشوف الفراكشن ده والفراكشن ده 3 اوفر 4 وهنا 1 اوفر 4، لو جيت اشوف مين الاحسن؟ الاثنين فيهم حاجه شبه بعض؟ اه الاثنين الدرجه من 4. طب الاحسن تجيب 3 اوفر 4 ولا تجيب 1 اوفر 4؟ لا الاحسن اجيب 3 اوفر 4. يبقى انا اختار ايه؟ جريتر ذان. يبقى هاكل الجريتر ذان، يبقى السمكه هتاكل الجريتر ذان. طيب هنا 9 اوفر 10 و 3 اوفر 10 فيهم حاجه شبه بعض؟ اه فيهم شبه بعض. ايه اللي فيهم شبه بعض؟ الاثنين من 10. طب الاحسن تجيب 9 اوفر 10 ولا تجيب 3 اوفر 10؟ ها؟ ايه الاحسن؟ الاحسن اجيب في الامتحان 9 من 10 ولا 3 من 10؟ لا الاحسن اجيب 9 اوفر 10. يبقى انا اختار 9 اوفر 10. طب هنا 5 اوفر 13 و 7 اوفر 13 مين الاحسن تجيب في الامتحان، 5 اوفر 13 ولا 7 اوفر 13؟ لا في الامتحان احسن اجيب 7 اوفر 13. يبقى انا اختار 7 اوفر 13. هعمل ليه ازاي؟ طب هنا لو جيت شوف 5 اوفر 9 و 4 اوفر 9 فيهم حاجه شبه بعض؟ اه فيهم شبه بعض. الاثنين الدرجه من 9، الاحسن تجيب 5 من 9 ولا 4 اوفر 9؟ اسمعك فكر، الاحسن تجيب 5 من 9 ولا 4 من 9؟ لا الاحسن في الامتحان اجيب 5 اوفر
9 يبقى انا اختار ال 5 اوفر 9. طب هنا 3 كوارتر و5 3 اوفر 5 فهم حاجه شبه بعض، اه الاثنين جايبين 3 يبقى انت كأن دي درجه امتحان. الاحسن في الامتحان تجيب 3 اوفر 4، اجيب 3 من 4 ولا 3 من 5؟ ها فكر شويه. لا الاحسن اجيب 3 اوفر 4. ليه 3 اوفر 4؟ لان 3 اوفر 4 ده ناقص له درجه، لكن 3 اوفر 5 ناقص له درجتين. طب اللي بعد كده هنا 1 اوفر 7 وهنا 1 اوفر 3، طب فيهم حاجه شبه بعض؟ اه لو فيهم حاجه شبه بعض حل على طول. الاحسن في الامتحان تجيب 1 من 7 ولا اجيب 1 من 3؟ لا الاحسن اجيب 1 من 3، دي سهله. ليه؟ لان 1 من 3 1 اوفر 3 ناقص له درجتين، لكن هنا جاب برضه نفس ال 1 بس ناقص له 6 درجات. طب هنا 2 اوفر 8 اور 2 اوفر 4؟ ها الاحسن اجيب 2 اكسز ولا 2 كوارتر؟ الاثنين جايبين 2، طب الاحسن اجيب 2 من 8 ولا 2 من 4؟ لا سامع حد بيقول لي الاحسن اجيب 2 من 4. ليه 2 من 4؟ لان 2 من 4 ناقص له كام؟ ناقص له درجتين، لكن 2 اوفر 8 ناقص له كام درجه؟ ناقص له 6 درجات، يبقى الاحسن ان انا اجيب 2 اوفر 4. طب اللي بعد كده 8 اوفر 25 ونفس ال 8 اوفر 13، طب فيهم حاجه شبه بعض؟ اه فيهم شبه بعض. مين الاحسن تجيب 8 من 25 ولا 8 من 13؟ لا اجيب 8 اوفر 13. طب هنا 2 اند 7 اوفر 9 اند 2 اوفر اند 2 اند 5 اوفر 9، مين الاحسن؟ طب بص عليهم كده فيهم حاجه شبه بعض؟ اه الاثنين جايبين 2، خلاص كنسل ال 2، المشكله مش عندي في ال 2. الاحسن تجيب 7 اوفر 9 ولا 5 اوفر 9؟ لا الاحسن اجيب 7 اوفر 9، يبقى الميكسد نمبر ده هو الجريتر. طيب هو في الكتاب بيقول لي ايه؟ بيقول لي مثلا لو انت عندك 2 فراكشن وال 2 فراكشن الاثنين ليهم نفس الدينومينيتور، يبقى النيومينيتور الكبير هو الكبير، اللي عنده نيومينيتور اكبر يبقى هو الكبير. طب انا ليه اقعد احفظ في رولز وقواعد؟ لا انت بص على الاثنين، لو الاثنين فيهم حاجه شبه بعض اعتبرها درجه امتحان، والدرجه اللي تريحك خدها. طب عندي في طريقه ثانيه يا مستر؟ اه في طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه دي تمشي في كله، ان انت لو انت عندك اني تو فراكشن ممكن تعمل لهم طريقه الكروس. طريقه الكروس دي عامله شبه طريقه البتر فلاي، جناحات الفراشه. يعني انا مثلا لو انا عندي 1 اوفر 7 و1 اوفر 3، لو جيت اعمل كروس اعمل كده 1 ملتبلاي 3، 1 ملتبلاي 3 ده بكام؟ ب 3، بكتب هنا ال 3 جنب الفراشه من فوق، جنب راس الفراشه من فوق. طب وهنا 7 وال 1 اعمل لهم ملتبلاي، يبقى هنا 7، يبقى هنا ال 3 ولا ال 7؟ لا ال 7، خلاص يبقى ده الكبير. يعني انا مثلا لو جيت اشوف مساله زي اللي جنبها دي او زي اللي فوق، ها هنا لو انا جيت مثلا اشوف مساله مثلا زي دي 5 اوفر 9 و4 اوفر 9، لو جيت اعمل البتر فلاي 5 ملتبلاي 9 بكام اعمل كروس؟ 5 ملتبلاي 9 ادي 45، اقوم كاتب هنا 45 جنب النيوميريتور، و9 ملتبلاي 4 36، يبقى ال 45 ولا 36؟ لا ال 45. طب تعالى اتاكد هنا كده، اعمل ملتبلاي يبقى هنا 90، واعمل هنا ملتبلاي يبقى هنا 30، يبقى هنا 90. ما تلجاش للبتر فلاي الا لو انت اتزنقت، لكن غير كده بص على الفراكشن. الاثنين فيهم حاجه شبه بعض اعتبرها درجه امتحان. طب لو مش شبه بعض عادي ينفع احولها، هتغير الفراكشن هتعمل له ملتبلاي فوق وتحت في نفس النمبر هيفضل الفراكشن زي ما هو. طب هنا 2 اند 1 اوفر 8 وهنا 17 اوفر 8، طب دول فيهم حاجه شبه بعض؟ اه واحد ممكن يقول لي ال 8، بس استنى ده نوعه ايه؟ نمبر وجنبه فراكشن، يبقى ده ميكسد نمبر. طب وده امبروبر فراكشن. طب ما انا ممكن احول الميكسد اخليه امبروبر ازاي؟ ان انت بتقوم عامل ايه؟ بتقوم تدخل النمبر ده جوه. طب انا لما اجي ادخل النمبر ده جوه هتدخل ال 2 جوه، هشيل الفراكشن ده واقوم اعمل ايه؟ ادخل ال 2 جوه. اول حاجه بتقوم كاتب ايه؟ بكتب الدينومينيتور زي ما هو. مين الدينومينيتور عندي؟ ال 8، واقوم عامل ملتبلاي، عامل ايه؟ 2 ملتبلاي 8 16 و1 يبقى فوق كام؟ 17، يبقى انا هنا فوق اقوم كاتب 17، يبقى الفراكشن ده طلع كام؟ طلع 17 اوفر 8، هو 17 اوفر 8، يبقى انا اختار هنا الساين تطلع ايه؟ الساين هنا هتطلع ايكوال، يبقى انا هكتب هنا ايكوال لان الاثنين مش شبه بعض، فانت حولتهم خليتهم الاثنين شبه بعض. طيب تعالى كده نشوف هنا 3 اند 2 اوفر 5 و7 اوفر 5. واحد يجي يقول لي مستر ده ميكسد نمبر وده امبروبر فراكشن، طب انا اقوم اعمل ايه؟ ليه ما ينفعش اقارنهم؟ يبقى انت هتحول الميكسد لامبروبر. هتقوم عامل ايه؟ هتقوم مدخل ال 3 جوه، عامل ال 5 هتسيبها زي ما هي تحت،
وتقوم عامل لي ده مالتبلاي 3 مالتبلاي 5 15 و2 17، يبقى ده هيطلع جديد 17 اوفر 5 وهنا 7 اوفر 5. مين الاكبر؟ لا 17 اوفر 5 يبقى هو الاكبر. يبقى انا هنا اقوم عامل ايه؟ اختار جريتر ذان، طيب تعال نشوف مسألة تاني. قول لي الرينج اتش اوف ذا فولوينج ان اديسندنج اوردر. الرينج عشان ترتب حاجة لازم يبقوا كلهم شبه بعض. أي حاجة عشان أرتبها أنا مثلا، عشان أعمل لكم مثلا أقول مين الأشطر في الفصل ده من العشرة الأوائل، لازم يكون العشرة الأوائل كلهم شبه بعض، كلهم في نفس الجريد، جريد 5 أو جريد 4. طيب ديسندنج يعني من كبير لصغير. طب أنا أبص للفراكشن دول، دول فيهم حاجة شبه بعض أه كلهم من 11، يبقى المشكلة مش في ال 11، أقوم كاتب ال 11 زي ما هي. طب مين الأكبر؟ مين أحسن درجة في دول؟ اللي جاب 2 أوفر 11 ولا 4 من 11 ولا 7 أوفر 11 ولا 10 أوفر 11؟ لا أحسن واحد اللي جاب كام؟ اللي جاب 10 أوفر 11. يبقى انا هنا ال 10 المفروض ان انت هنا بتيجي على ده وكنسله عشان ما تختاروش تاني. بعد كده مين الكبير احسن درجه بعد كده؟ اللي جاب كام؟ 2 من 11 ولا 4 من 11 ولا 7 اوفر 11؟ يبقى انا هنا 7 اوفر 11، اقوم كاتب هنا كام؟ 7، واروح هناك اكنسل. بعد كده فضل لي ال 2 وال 4، مين الاحسن؟ ال 4، يبقى هنا 4 اوفر 11. بعد كده ال 2، يبقى انت لو جيت تشوف هتلاقي ان انت عندك الفراكشن مين احسن فراكشن في دول؟ اللي جاب 10 اوفر 11 لان لسه له درجه واحده، اللي جاب 7 اوفر 11، بعد كده اللي جاب 4 اوفر 11، بعد كده اللي جاب 2 اوفر 11. طب انا لو جيت اشوف فراكشن تاني كوتشن بي بيقول لي 13 اوفر 7، 5 اوفر 7، 9 اوفر 7، 4 اوفر 7، 11 اوفر 7، دول فيهم حاجه شبه بعض اه كلهم من 7. خلاص قارن مين احسن درجه في دول؟ اللي جاب 13 من 7 ده زياده، و5 اوفر 7 لا ده ما كملش الدرجه النهائيه، وده زياده وده اقل وده زياده، في عندي 3 زياده. طب مين اللي جاب اكتر زياده؟ اللي جاب اكتر زياده ال 13، ولو عايز تكنسلها كنسل. بعد كده مين؟ ال 11، فيري جود. بعد كده مين؟ ال 9. يبقى انا هنا ال 13 اوفر 7 كنسلتها، وكنسلت مين؟ كنسلت ال 9 اوفر 7، كنسلت مين كمان؟ كنسلت ال 11 اوفر 7، الثلاثه دول كنسلتهم. لسه لك مين؟ لسه لك ال 5 اوفر 7 وال 4 اوفر 7. مين الجريتر في دول؟ الجريتر ها اكسلنت 5 اوفر 7 وهنا 4 اوفر 7، فيري جود. طيب بعد كده اللي عليه الدور، لو جيت شوف هنا بيقول لي 5 اوفر 9، 1 2 اوفر 9، 7 اوفر 9، دول فيهم حاجه شبه بعض؟ اه كلهم شبه بعض، بس في ال 1 ده مش شبه. طب ما انا ال 1 ده ممكن اخليه الدرجه النهائيه، تخليه كام؟ يعني انا ال 1 ده لو انا عايز اخليه فراكشن اخليه من 9، يبقى كام؟ هيبقى 9 اوفر 9، يعني انا ممكن اكنسله واحط مكانه كام؟ واحط مكانه 9 اوفر 9، كده بقى شبه، واخليه 9 اوفر 9، كده بقى كلهم شبه بعض. يبقى المشكله مش في الناين، المشكله مش في الدينومينيتور، يعني انا ممكن اجي تحت اقوم كاتب الدينومينيتور. طب هنا مين احسن درجه فيهم؟ اللي جاب 9 اوفر 9، فانا هنا ده 9 اوفر 9، ده احسن درجه لان ده الدرجه النهائيه. بعد كده مين الكويس اللي بعده؟ اللي جاب 7 اوفر 9 لان لسه له درجتين، ما بقولش موضوع للسيلو ده الا لو كلهم شبه بعض. بعد كده مين؟ ال 5 اوفر 9. بعد كده مين؟ ال 2 اوفر 9. طب واحد يقول لي مستر طب ما ال 9 اوفر 9 دي ما كانتش 9 اوفر 9، امال كانت كام؟ طب ما انا ممكن امسحها واخليها كام؟ 1 زي ما هي، واجي هنا امسحها واخليها كام هنا؟ 1. يبقى انا كده خليته مسالته زي ما هو كان جايبها لي، تمام. طيب لو جيت شوف مساله بعدها هنا بيقول لي كام؟ بقول لي 7 كوتشن دي، بقول لي 7 اوفر 13 و7 اوفر 5 و7 اوفر 9 7 اوفر 4، دول فيهم حاجه شبه بعض اه كلهم جايبين 7، يبقى كلهم شبه بعض خلاص، خليها كأن درجه امتحان. مين احسن درجه في دول؟ اللي جاب 7 من كام؟ سامع حد بيقول لي 7 اوفر 13؟ 7 اوفر 13 دي درجه جميله؟ لا مش درجه جميله، ده ناقص كتير. امال مين احلى درجه في دول؟ احلى درجه في دول اللي جاب 7 اوفر 4 لان ده جاب زياده، واحد مطلوب منه 4 راح هو جاب 7، ده جاب زياده. بعد كده مين؟ اللي جاب زياده برضه 7 اوفر 5. بعد كده مين؟ الاثنين دول كنسلتهم خلاص 7 اوفر 4 و7 اوفر 5 خلاص. بعد كده الاثنين اللي ما كملوش الدرجه النهائيه 7 اوفر 13 و7 اوفر 9، مين الكويس اللي فيهم؟ اللي جاب 7 اوفر 9 لان لسه له درجتين.
بعد كده 7 اوفر 13، يبقى انا الفراكشن كأن درجة امتحان. امتى تبص لها ان هي درجة امتحان؟ لو انت عندك التو فراكشن او كلهم شبه بعض. طب لو هما مش شبه بعض، لا بتغير. ما تقوليش مين الاحسن، ده للسلو وده مش للسلو، لا، لو الاثنين شبه بعض في حاجة يبقى تبص لها على ان هي درجة امتحان. طب لو مش شبه بعض بتغيرهم، تخليهم شبه بعض. طب هنا 2 اوفر 9، 9 اوفر 10، 14 اوفر 10، 7 اوفر 10، 5 اوفر 10. طب ما 5 اوفر 10 واحد يقول لي 5 تنسز دي، انا ممكن اخليها فراكشن. هو في بوينت، امتى انا بحط بوينت؟ بتحط بوينت لو انت الدينومينيتور اللي عندك 10 اور 100 اور 1000. طب انا ممكن اشيل ده واجيب مكانه فراكشن كده، ابدل 5 تنسز بفراكشن. طب هتخليه كام؟ هخليه هنا فوق 5 وتحت هيبقى كام؟ هيبقى 10. كده بقى كلهم شبه بعض، كده الدينومينيتور كله 10 10، وهنا 10، وهنا برضو 10، وهنا 10. يبقى المشكلة مش عندي في الدينومينيتور، وفي واحد عندي ناقص لأن دول 5. أكتبه خلاص، وتيجي تشوف مين أحسن درجة في دول، اللي جاب 2 أوفر 10 ولا 9 أوفر 10، 14 أوفر 10. أه أحسن واحد اللي جاب 14 أوفر 10. إشمعنى 14 أوفر 10؟ لأن ده جايب زيادة، ده إمبروبا، يبقى ده أكبر واحد فيهم، وال 14 أوفر 10 ده هكنسله. طب مين اللي بعد كده؟ اللي بعد كده اللي جايب 9 أوفر 10. طب واللي بعد كده؟ 7 أوفر 10. طب واللي بعد كده؟ 5 أوفر 10. طب واللي بعد كده؟ 2 أوفر 10. طب انا هنا لو جيت اشوف دول مالهم، دول كلهم شبه بعض. شبه بعض في ايه؟ ان هم زياده، كلهم زياده عن ال1، كلهم مور ذان 1. طيب انسى ال1 خالص، ده كنسله، يعني ال1 ده كأنه مش موجود، ال1 ده كأنه مش موجود، انساه خالص. طيب بعد كده كلهم جايبين من بعض 5، مين الاحسن؟ اللي جاي كلهم شبه بعض، يبقى انا كان درجه امتحان. مين احسن واحد؟ اللي جاب 1 اوفر 5 ولا 4 اوفر 5 ولا 2 اوفر 5 ولا 3 اوفر 5؟ لا، الاحسن واحد اللي جاب 4 اوفر 5، يبقى هنا 4. بعد كده مين اللي جاب 3؟ بعد كده مين اللي جاب كام؟ 2. بعد كده مين اللي جاب 1؟ يبقى انا هنا كده كلهم جايبين مور ذان 1، 1 اند 4 اوفر 5، 1 اند 3 اوفر 5، 1 اند 2 اوفر 5، 1 اند 1 اوفر 5. كده ده اقل درجه فيهم. طب هنا 12 اوفر 5، 12 اوفر 7، 12 اوفر 17، 12 اوفر 13، دول فيهم حاجه شبه بعض؟ اه كلهم 12. طب ما انا ينفع اقارن، ايه اللي ينفع تعمله؟ هنا لو جيت تشوف كلهم جايبين 12، طب مين احسن درجه فيهم؟ اللي جاب 12 من كام؟ 12 من اوفر 17؟ لا، ده 12 اوفر 17 ده اقل من الدرجه النهائيه. امال مين؟ 12 اوفر 5. ليه 12 اوفر 5؟ لان ده جايب زياده، ده اكتر زياده. طب اللي بعد كده 12 اوفر 7، ده زياده برضو، ده مور ذان 1، ده امبروبر. بعد كده الاثنين اللي ما كملوش الدرجه النهائيه 12 اوفر 17 و12 اوفر 13، مين الاحسن؟ اللي 12 اوفر 13، بعد كده 12 اوفر 17. انت لما تكتب حاجه كنسلها، يعني كأنه مش موجوده خالص، وبتفكر في الباقيين. بعد كده ناخد سؤال ثاني، بقول لي فاين ذا بوسيبل all possible values which satisfy the following relation where x is a whole number. ال x ده whole number، يعني انا عايز ان اكتب number بيعبر عن ال x، عشان بيخلي لي ال fraction ده between the two fraction دول. لأول حاجة لو جيت تقرا العلامة دي، احنا عارفين اصلا ان علامة لزان، يعني احنا كل اللي اخدين عليه علامة لزان العلامة دي. طب هنا في علامتين، فدول كأن مسألتين. هو عايز يقول لي هنا ايه؟ عايز يقول لي ان ال fraction ده بتوين الفراكشن ده وبتوين الفراكشن ده، يعني انا عايز الفراكشن ده في النص، عايز يبقى جريتر ذان ده وليس ذان ده. يعني انا مثلا لما اقول لك ايه النمبر اللي بتوين الفور والسكس، انه عايز نمبر بتوين الفور والسكس. خلاص، يعني انا مثلا لو كتبت لك كده فور وهنا اكس وهنا سكس، بقى عايز نمبر بتوين الفور والسكس. مين النمبر اللي بتوين الفور والسكس؟ اللي هو مين؟ اللي هو ال5. فحد يقول لي ال5، يبقى انا الاكس هنا تطلع ب5. نفس الحكايه،
انا هنا لو جيت اشوف عايز فرق، عايز الاكس ده احط لها فاليو بحيث ان الفراكشن ده يطلع صح. طب دول فيهم شبه بعض من حاجه، كلهم شبه بعض في مين؟ في ال7. يبقى انا هكنسل ال7، كنسل ال7 خالص، كان ال7 دي مش موجوده، وعايز نمبر بتوين ال4 وال8. ايه النمبرز اللي بتوين ال4 وال8؟ واحد يقول لي ال5، ها صح. طب في حاجه ثانيه بتوين ال4 وال8؟ ال6 صح، ومين؟ وال7. فيري جود. طب تعالى كده جرب، لو انت هنا كتبت 5 اوفر 7، لو ال 5 اوفر 7 اكبر من 4 اوفر 7 واصغر من 8 اوفر 7 صح. طب لو تعالى كده احط مكان الاكس 7 6، اللي جاب 6 اوفر 7 اكبر من 4 اوفر 7 طب وليه الزن 8 اوفر 7 فيري جود. طب اللي جاب لو انا حطيت مكان الاكس 7 تبقى 7 اوفر 7 بكام؟ ب 1. ال 1 جريتر ذان 4 اوفر 7 اند ليس ذان 8 اوفر 7. يبقى انت كل الحكايه بس بتبص لو هم شبه بعض بتكنسل اللي شبه بعض فيه وتجيب النمبر اللي بتوين. طب انا هنا دول شبه بعض في ايه؟ في ال 5. يبقى انا هكنسل ال 5، وعايز نمبر بتوين ال 6 وال 9. مين اللي بتوين ال 6 وال 9؟ معاك فرصه تفكر ايه النمبر اللي بتوين ال 6 وال 9، او لو كذا نمبر قول لي ايه اللي بتوين ال 6 وال 9. طب عد كده من ال 6 لغايه ما توصل لل 9. ال 7 فيري جود، وعندي ال 8. طب تعالى كده اتاكد واعمل تشيك لحلك وراجع عليه. لو انا كتبت هنا 7 5 اوفر 7، اللي جاب 5 اوفر 7 اكبر من اللي جاب 5 اوفر 6، لا خلي بالك ان ده اصغر. هنا 5 اوفر 7 و5 اوفر 9، اللي جاب 5 اوفر 7 اكبر من اللي جاب 5 اوفر 6، اللي جاب 5 اوفر 6 احسن خلاص. وهنا 5 اوفر 9 بكام؟ 5 اوفر 9 ب اللي جاب 5 اوفر 7 اصغر من اللي جاب 5 اوفر 9. هنشوف وهشرح لك المساله ده، هنرجع للمساله دي في الاخر ونعرف كانت صح ولا غلط. طب هنا دول فيهم حاجه شبه بعض، هنا جايبين 5، جايبين 5. طب انا ال 1 ده ممكن اخليه كام؟ اكنسل ال 1 ده خالص واخليه احط مكانه فراكشن، اخليه كام؟ خليه الدرجه النهائيه عشان يبقوا شبه بعض في حاجه. هخليه 5 اوفر 5. هنا دول شبه بعض في حاجه، شبه بعض في ايه؟ شبه بعض في ال 5. طب انا عايز نمبر بتوين ال 5 وال 8. مين اللي بتوين ال 5 وال 8؟ ها عد من صغير لغايه ما توصل للكبير. هنا هيطلع ال 6 ويطلع بعد كده ايه؟ ال 7. طب لو جيت تتاكد 5 اوفر 6، اللي جاب 5 اوفر 6 اصغر من اللي جاب 5 اوفر، اللي جاي اصغر من اللي جاب الدرجه النهائيه، واللي جاب 5 اوفر 8 اصغر من اللي جاب 5 اوفر 6. طب لو انا هنا كتبت حطيت 7، اللي جاب 5 اوفر 7 اصغر من اللي جاب الدرجه النهائيه، يبقى انت هنا كده دي ساتسفاي الاكس هتطلع صح. طب تعالى هنا نشوف، هنا دول شبه بعض في ايه؟ شبه بعض في ال 5 اللي تحت. يبقى انا هغير ده واخليه اجيب فراكشن واخليه الدرجه النهائيه. طب انا هنا هخلي ده كام؟ هتخلي ده تعمله فراكشن. طب تعالى نعمله فراكشن كده، تعالى ننزل الفراكشن ده تحت. هتخلي كام؟ هو هنا كان 1، كان ال 1 هتخلي كام؟ هخليه 5 اوفر 5، خلي الدرجة النهائية. طب انا هنا دول شبه بعض في ايه؟ شبه بعض في ال 5 اللي تحت. طب انا عايز نمبر يكون الاكس ده بتوين ال 1 وال 5، تبقى الاكس جريتر ذان ال 1 وسمولر ذان ال 5. مين اللي بتوين ال 1 وال 5؟ عد من صغير لغايه ما توصل للكبير، يبقى ال 2. ولو جيت اشوف ال 3 برضه، وهنا ال 4. طب تعالى كده نشوف، لو انا حطيت هنا مكان الاكس 2، عملت حطيت 2 هتبقى 2 اوفر 5. 2 اوفر 5 جريتر ذان 1 اوفر 5 صح، وليس ذان 5 اوفر 5 طب انا لو جيت اشوف هنا، لو كتبت 3 ليت اكس ايكوال 3، خلي الاكس بال 3، 3 اوفر 5 جريتر ذان 1 اوفر 5 يس. طب 3 اوفر 5 ليس ذان 5 اوفر 5 اوفر 5 ترو. لو ليت اكس ايكوال 4، لو انا خليت الاكس ب 4، 4 اوفر 5 جريتر ذان 1 اوفر 5 يس، اند 4 اوفر 5 ليس ذان 5 اوفر 5 ترو. يبقى انا هنا كده الاكس صح، الفاليو اللي جبتها صح. طب تعالى هنا سؤال اللي تشوز وسؤال اللي تشوز احنا بنحبه، بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر 4 اوفر 5 و5 اوفر 8، دول فيهم حاجه شبه بعض؟ لا.
طب ما دام مش شبه بعض ينفع تحل على طول وتقول ان ده نقص له درجه وده لسه له 3 درجات، يبقى ال 4 اوفر 5 هي كبيره. لا، قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تخلي الفراكشن ده ايكوال للفراكشن ده، تخليهم الاثنين شبه بعض في النيوميريتور او شبه بعض في الدينومينيتور، او لو انت مزنوق اعمل الكروس، اعمل طريقه البتر فلاي. فانا لو جيت اعمل طريقه البتر فلاي هاخد ال 4 وال 8 اعمل لهم مالتي بلاي، لما اعمل لهم مالتي بلاي يطلعوا كام؟ هيطلعوا هنا بكام؟ 4 مالتي بلاي 8 يطلعوا 32. طب انا دول لما اعمل لهم مالتي بلاي ال 5 وال 5 لما اعمل لهم مالتي بلاي يطلعوا كام؟ يطلعوا 25. يبقى انا ال 32 ولا ال 25؟ ها؟ يبقى الكروس بتاع ال 4 ال 4 وال 8 لما اجي اعمل لهم كروس هيطلعوا 32. طب وال 5 وال 5 لما اعمل لهم كروس زي جناحات الفراش هيطلع 25. يبقى انا ال 32 ولا ال 25؟ يبقى انا هنا ال 32، يبقى انا اختار جريتر ذان، يبقى الجريتر ذان هي الترو. او ممكن واحد كان يقول لي ان انا اقوم عامل ايه، ان انت تحاول تخلي الفراكشن ده والفراكشن ده الاثنين شبه بعض. يعني انا ال 4 اوفر 5 هجيب فراكشن تاني ايكوال ليه، وال 5 اوفر 8 هجيب فراكشن تاني شبهه ايكوال ليه. طيب هبص لل 5 وال 8، ايه النمبر اللي ال 5 وال 8 الاثنين ينفعوا يوصلوا له؟ ال 5 وال 8 الاثنين ينفعوا يبقوا كام؟ يبقوا 40. يبقى انا هخلي هنا تحت 40 وهنا هخلي كام؟ 40. طيب انا لما ال 5 تبقى 40 يبقى عملت لها مالتي بلاي كام؟ مالتي بلاي 8. يبقى ال 4 اللي تحت ال 4 هعمل لها مالتي بلاي 8 تبقى هنا كام؟ 32. ومن هنا جت ال 32. طب وانا هنا تحت الفراكشن ال 8 بقت 40 يبقى عملت لها مالتي بلاي كام؟ 5. يبقى انا ال 5 ده هتبقى كام؟ هتبقى 25. خلاص؟ الاحسن اللي جاب 32 اوفر 40 ولا 25 اوفر 40؟ لا، الاحسن برضه اللي جاب 32 اوفر 40. يبقى انا طريقه الكروس بتنفع معايا ان هي بتنجيني، لكن انت ما تلجاش للكروس الا لو اتزنقت. طب هنا 5 اوفر 6 و4 اوفر 7 مين الاحسن؟ لو جيت شوف هنا هتقول ده لسه له درجه وده لسه له 3 درجات. لا غلط، لان ده لسه له درجه في امتحان من 6 وده لسه له 3 درجات في امتحان من 7. انا مش شرط، فانت يا اما تخلي الاثنين شبه بعض يا اما تعمل الكروس. طب تعالى نعمل الكروس كده يا مستر. انا هنا لما اجي اعمل الكروس ال 5 وال 7 اعمل لهم مالتي بلاي يطلعوا كام؟ يطلعوا 35. طب وانا هنا ال 4 وال 6 اعمل لهم كروس يطلعوا كام؟ 24. يبقى انا 35 ولا 24؟ لا 35. يبقى انا اختار جريتر ذان. دي طريقة. أو الطريقة التانية إن أنت تقوم إيه، تحاول تخلي الاتنين الفراكشن ده والفراكشن ده تجيب تو فراكشن إيكوال لهم ويكونوا شبه بعض. طب أنا هنا ال 6 وال 7 الدنومينيتور اللي تحت دول ينفعوا الاتنين يبقوا كام؟ ال 6 وال 7 الاتنين إيه النمبر اللي موجود في تيبل ال 6 وتيبل ال 7؟ ال 42. يبقى انا احاول اخلي الاثنين 42. طب انا ال 7 لما بقت 42 بقى عملت لها مالتي بلاي 6، يبقى اللي فوق هعمل له مالتي بلاي 6 عشان ما يتفرقش ما يتغيرش. 5 مالتي بلاي 6 بكام؟ ب 30. يبقى انا تحت عملت مالتي بلاي 6 يبقى فوق هعمل مالتي بلاي 6. طب انا هنا عملت مالتي بلاي 7 ال 6 خليتها 42، يبقى تحت عملت مالتي بلاي 7 للفراكشن الاولاني ده، يبقى ال 5 هعمل لها مالتي بلاي 32 تبقى كام؟ هعمل لها مالتي بلاي 7 سوري تبقى كام؟ 35. يبقى انا 35 اوفر 42 في 30 اوفر 42 برضه تفضل ال 35 اوفر 42 هي جريتر. طيب تعال نشوف المساله دي 1234 اوفر 1432 وده اوفر ده. طب الفراكشن ده هيتحل ازاي؟ واحد يقول لي انا هصالحهم، بس انت عشان تدور على نمبر موجود في تيبل ال 1432 وتيبل ال 891 مش هتخلص. وعشان تعمل ده مالتي بلاي ده بالكروس وده مالتي بلاي ده بالكروس برضه مش هتخلص. في طريقه اسهل من كده، ان انت لو ركزت هتلاقي ان ده النمبر ده بروبر فراكشن، ده ليه زين 1؟ طب وده ام بروبر فراكشن، ده زياده عن ال 1، يبقى مين اللي احسن؟ اللي اقل من ال 1 ولا اكتر من ال 1؟ لا، الام بروبر فراكشن هو الكبير. ما دام عندك بروبر وعندك ام بروبر يبقى الام بروبر هو الكبير. فانت هنا مساله زي دي هي بتعتمد تشوف ان كنت انت فاهم الفرق ولا لا. فبقى انا هنا هختار للزين. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. هنا بقول لي 9 اوفر 9 و 13 اوفر 187. واحد يقول لي هنا النيوميريتور شبه بعض؟ لا، الدينوميريتور شبه بعض؟ لا، يبقى ما ينفعش تقارن. طب انا هنا اقوم عامل كروس، كروس هتلاقي 9 مالتي بلاي 187 ماشي هاتها، بس هتغلب نفسك وهتاخد سكه طويله. طب ايه لو ركزت هتلاقي ان ده بروبر، ده اقل من الدرجه النهائيه، لكن ده الدرجه النهائيه، يبقى مين الكبير؟
لا الكبير اللي جاب الدرجة النهائية، يبقى انا اختار ايه؟ للزن، يبقى ال 9 اوفر 9 هنا هي اللي هتكسب. طب اللي بعدها 6 اوفر 5 و 103 اوفر 196، طب هنا شبه بعض في النيميريتور؟ لا. شبه بعض في الدينومينيتور؟ لا. طب انت لو جيت تشوف هتلاقي ان ده ايه؟ ده جايب زيادة وده جايب اقل من ال 1، ده امبروبر وده بروبر، يبقى مين اللي يكسب؟ اللي يكسب الامبروبر. طب انا لو جيت اشوف اللي بعدها بيقول لي 8 اوفر 9، والسؤال ده جميل، 8 اوفر 9 جريتر ذان كام؟ لو جيت تشوف هنا هتلاقي ان النمبر اللي هو بيدور عليه ده كبير ولا صغير؟ ده هنا العلامه بصل ده، يبقى ده اللي سايباه ده الصغير، السمكه هنا سايباه، يبقى هنا ده عايز حاجه صغيره. لما تيجي انت هنا بتدور على حاجه صغيره، يبقى تدور على السمولست في دول، مين اصغر واحد في دول؟ اللي جاب 7 اوفر 8 ولا 9 اوفر 10 ولا 19 اوفر 20 ولا 14 اوفر 15؟ لو جيت تشوف هنا كلهم شبه بعض في حاجه خالص. طب انا اقوم اعمل ايه؟ هتحاول تخليهم شبه بعض. طب انا هنا مين الكبير؟ ال 20، تنفع ال 10 تبقى 20؟ اه. طب تنفع ال 15 تبقى 20؟ لا. طب ال 8 تنفع تبقى 20؟ لا. يبقى انا هنا هفكر في ايه؟ هتفكر ان ال 20 هي اللي تروح تدور على حل. ايه النمبر اللي اكبر من 20؟ ال 8 وال 15 يوافقوا عليه، يعني انا ايه اللي اكبر من 20؟ 40. ال 8 تنفع تبقى 40؟ صح. يبقى انا هنا ال 40 هتحل مشكله ال 8 وهتحل مشكله ال 10. طب ال 40 تنفع تبقى 15؟ لا. يبقى انا هنا هخليهم كام؟ 60. هجيب الاكبر من ال 40 في تيبل ال 20 اللي هو مين؟ ال 60. يبقى انا هنا لو جيت شوف هتخلي ان الفراكشن ده هتخليهم كلهم 60. هتخليهم كلهم 60. طب انا لما اجي اخليهم 60 تعال نخلي الأربعة دول نغيرهم ونخليهم 60. طيب يبقى أنا فهمت إن هو 60، ال 60 هي اللي هتحل لي المسألة. ليه ال 60 هي اللي هتحل لك المسألة بتاعتك؟ لأن هنا لو جيت أشوف أحل المسألة دول وعايز أخليهم شبه بعض، الكبير هو اللي يحاول يحل لي المسألة 20، ال 10 توافق تبقى 20، لكن ال 8 ما تنفعش. يبقى أنا أدور في تيبل ال 20، إيه اللي أكبر من 20؟ ال 8 توافق عليه، ال 40. طب ال 15 توافق على ال 40؟ ال 15 توافق على ال 40؟ لا. هجيب الاكبر من ال 40 في تيبل برضه 20، ال 60. يبقى انا كل دول هخليهم 60. يبقى انا هنا هخلي ده 60، اول واحده هيبقى 60، ال 8 عشان تبقى 60 يبقى عملت لها مالتي بلاي كام؟ مالتي بلاي 8 مالتي بلاي كام تبقى 60؟ سيب ال 8 دلوقتي، تعال نفكر في ال 10، ال 10 عشان تبقى 60 يبقى عملت لها مالتي بلاي كام؟ 6. طب ال 60 ال 8 توافق على ال 60؟ لا. يبقى ال 60 مش هتنفع، ال 60 مش هتنفع. خلي بالك الثلاثة دول هينفعوا 60 لكن دي مش هتنفع. طب أنا ممكن أحلها بطريقة تانية، أحلها بطريقة تانية اللي هو كلهم للسالهم 1. ها؟ كلهم للسالهم 1. مين اللي أحسن؟ اللي للسالهم 1 من 8 ولا اللي للسالهم 1 من 10؟ خلي بالك أنا عايز أصغر واحد، أصغر واحد. ها؟ ده لسه 1 اوفر 8، يعني انا لو جيت اشوف ده تبقى 1 اوفر 8، وهنا لسه 1 اوفر 10، وهنا لسه 1 اوفر 20، وهنا لسه 1 اوفر 15. اكبر واحد فيهم اللي لسه 1 اوفر 20، طب مين اصغر واحد فيهم؟ اللي لسه 1 اوفر 8، يبقى هي 7 اوفر 8 هي الكبيرة. 7 اوفر 8 هي الصغيرة، لان ده لسه 1 اوفر 8، وده لسه 1 اوفر 10، وده لسه 1 اوفر 20، وده لسه 1 اوفر 15. يبقى مين اصغر واحد فيهم؟ اللي لسه 1 اوفر 8. طب انت لو عايز تتاكد تعالى اكتب هنا كده 7 اوفر 8، يعني انت خد ده كده اقعده هنا، وتعالى كده اعمل لهم طريقه الكروس، اعمل كده كروس 8 مالتي بلاي 8 هيطلع 64، يبقى هنا اكتب 64. طب وهنا 7 مالتي بلاي 9 63، يبقى هنا 63. لكن انت لو جيت تدور هنا على الفراكشن عشان تخليهم 60 مش هتنفع، يبقى تجيب الاكبر من 60 اللي هو ال 120، ده هيوافق على 120 وده هيوافق وده هيوافق، وال 8 مش عارف هيوافق ولا لا. يبقى انا ليه اقعد اوجع دماغي؟ طب ما كلهم لسه لهم 1، اشوف مين اللي لسه له اصغر درجه، اللي لسه له اصغر درجه يبقى هو الكبير، طب اللي لسه له اكبر درجه يبقى هو الصغير. مساله زي دي يعني افهمها كده بس. طب انا لو جيت اشوف
9 اوفر 10 ليه ازاي؟ يبقى انا هنا بدور على ايه؟ بدور على حاجه كبيره، يبقى انا اشوف مين الكبير اللي في دول كلهم من 20، مين اكبر واحد فيهم اللي جاب 19 اوفر 20؟ يبقى 19 اوفر 20 ده هو الحل. طب انا لو عايز اعرف واتاكد 9 اوفر 10 ده انا خلاها 20 زيها، بقى عملت تحت مالتي بلاي 2 وفوق هتبقى 18 اوفر 20. ال 18 اوفر 20 ليه ازاي 9 اوفر 19 اوفر 20؟ ولو جيت تعمل كروس 10 مالتي بلاي 19 هنا ب 190، و9 مالتي بلاي 20 ب 100، هنا 10 مالتي بلاي 19 تبقى هنا 190 وهنا 180، يبقى 180 ليه ازاي 190؟ يبقى انا اتاكدت بكذا طريقه. طب لو جيت اشوف ذا سمولست فراكشن اوف ذا فول، مين اصغر فراكشن من دول؟ دول مفيش فيهم حاجه شبه بعض. طب انا لو جيت اشوف الدينومينيتور الكبير ال 9 تنفع ال 3 تبقى 9 اه، لكن ال 8 لا وال 5 لا، يبقى انا هنا في مشكله. طب انا ممكن اشغل عقلي هنا، لو جيت تشوف مين في دول هتكنسلوا؟ فكر فيه 1 اوفر 3 ولا 5 اوفر 8 ولا 2 اوفر 9 ولا 2 اوفر 5؟ انا سامع حد بيقول لي 2 اوفر، ال 5 اوفر 8 ده هكنسل. ليه هكنسلها؟ لان ال 5 اوفر 8 ده جريتر ذان الهاف، يبقى انا خلصت منه، ده اكبر واحد في دول، لان الثلاثه دول ليه ذان الهاف، ده اصغر من الهاف وده اصغر من الهاف وده اصغر من الهاف، يبقى ده الكبير اللي انا مش عايزه. طب انا هنا ده كده بقت سهله، هنا ال 1 اوفر 3 ده هنا الاثنين دول 2، طب ما انا ينفع اخلي ده 2 زيها، يبقى فوق هعمل مالتي بلاي كام 2؟ طب وتحت هعمل مالتي بلاي 2، انا بغير فوق وتحت مع بعض، يبقى هنا 2 اوفر 6، 2 اوفر 9، 2 اوفر 5، مين اقل درجه من دول؟ اللي جاب 2 من كام؟ اللي جاب 2 اوفر 9. فيري جود، خلي بالك مسائل اللي تشوز عايزه واحد يكون مركز وفاهم، هي مسائل سهله فهتلاقي في حاجات بتكنسلها، لو انت مركز هتلاقي ان المسائل سهله، في حاجات بتكنسلها وفي حاجات على طول هي اللي بتنفع، وهو في الامتحان هيجيب لك حاجات سهله. ارينج اتش اوف ذا فولونج اسندنج، اسندنج يعني انا عايز من السمولست، قلنا عشان نعمل ارينج لازم يبقوا كلهم شبه بعض. طب انا دول فيهم حاجه شبه بعض؟ ها؟ فيهم حاجه شبه بعض؟ لا مفيش فيهم حاجه شبه بعض، ولا النيومريتور شبه بعضه ولا الدينومريتور شبه بعض. طب خليك في الدينومينيتور، لما تيجي تحل تشوف الكبير هو اللي حل لك المساله. ال 8 تنفع 2 تبقى 8؟ اه. طب تنفع ال 4 تبقى 8؟ يس. تكرر مرتين. طب تنفع ال 6 تبقى 8؟ لا. يبقى انا ادور في تيبل ال 8 ايه اللي ال 6 توافق عليه. طب ايه اللي اكبر من ال 8؟ 16. تنفع ال 6 تبقى 16؟ لا. طب اللي بعد كده 24. تنفع ال 6 تبقى 24؟ اه. يبقى كلهم ما دام ال 6 وافقت، لان المشكله كانت في ال 6، يبقى كلهم هيبقوا 24. واحاول اخلي كله بقى يبقى 24. تعالى كده شوف اول فراكشن ده، ال 6 بقت 24، يبقى عملت لها مالتي بلاي كام؟ مالتي بلاي 4، يبقى ال 5 هعمل لها مالتي بلاي 4، تبقى هنا كام؟ 20. طب وهنا؟ ال 4 بقت 24، يبقى عملت مالتي بلاي 6، يبقى ال 3 هعمل لها مالتي بلاي 6، تبقى كام؟ 3 مالتي بلاي 6 18. طب هنا؟ ال 2 بقت 24، عملت مالتي بلاي 12، يبقى ال 1 كرره 12، يبقى 12. ولو جيت شفت 12 اوفر 24 ده نص الدرجه، يبقى هاف صح. طب ال 8 بقت 24، عملت مالتي بلاي 3، يبقى 7 عملت مالتي بلاي 3، تبقى كام؟ 21. يبقى هنا مين الصغير اللي فيهم كلهم من 24؟ مين الصغير اللي جاب 12 اوفر 24، بعد كده 20، بعد كده 18، بعد كده 21. طب انا ينفع احلها بطريقه ثانيه؟ اه ينفع احلها بطريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ ان انت تحاول تقارنهم بالهاف، يعني ده جريتر ذان هاف وده جريتر ذان هاف وده جريتر ذان هاف وده جريتر ذان هاف، يبقى مين اصغر واحد فيهم ال 12؟ يبقى انت كده استريحت ان انت عرفت حتى ان الهاف هو الصغير اللي فيهم. طب هنا 3 اوفر 5 وهاف و9 اوفر 10 و1 اوفر 4، دول شبه بعض في حاجه؟ لا مش شبه بعض في حاجه. طب انا اقوم اعمل ايه؟ حاول تصالحهم على بعض، مين اللي هنا اللي تحل المشكله دي؟ الكبير ال 10 تنفع ال 5 تبقى 10؟ اه. طب ال 2 ترضى تبقى 10؟ تمام. طب ال 4 ترضى تبقى 10؟ لا، يبقى انا مشكلتي مع ال 4، يبقى تدور في تيبل ال 10. كرر ال 10 مره كمان تبقى كام؟ 20. طب ال 20 ال 5 وال 2 كانوا موافقين، يبقى ال 4 ترضى تبقى 20؟ اه. يبقى انا كلهم هخليهم 20. 20 وهنا 20 وهنا 20 وهنا 20. تعالى شوف بقى غير كل واحد، ال 5 بقت 20، اول فراكشن خليته بقت 20، الدينومينيتور بتاعه 20، يبقى السيري هتبقى كام؟ لما اعمل تحت مالتي بلاي ال 5 اتكرر كام مره عشان تبقى 20؟ 5 10 15 20، يبقى اربع مرات، يبقى السيري كررها اربع مرات، يبقى هنا 12. طب هنا ال 2 بقت 20، يبقى كررتها كام مره؟ 10 مرات، يبقى ال 1 هعمل له مالتي بلاي 10. طب هنا ال 10 بقت 20، يبقى كررتها مرتين، يبقى ال 9 تبقى كام؟ 18، تكرر مرتين.
طب الفور كبرت بقى 20، كبر كام مره؟ 4 8 12 16 20، كبرت 5 مرات، يبقى ال1 هيكبر 5 مرات. وتعالى كده شوف كلهم هنا من 20، مين السمولست اللي فيهم؟ اللي جاب 5 اوفر 20، بعد كده 10 اوفر 20، بعد كده 12 اوفر 20، بعد كده 18 اوفر 20. ولو انت جيت تشوف على المساله دي، انا اصلا عارف ان الكوارتر اللي زان الهاف، يبقى انا الكوارتر هو الصغير، بعد كده الهاف، بعد كده 3 اوفر 5، ده جايب اقل من الهاف، اكتر من الهاف، اكتر من نص درجه، يبقى ده هيبقى كوارتر، بعد كده هاف، بعد كده 3 اوفر 5 ده اكتر من الهاف بحاجه بسيطه، بعد كده 9 اوفر 10 اللي هو اكتر من نص بكتير، يبقى هي تطلع كده. فلو انت عايز تحلها لوجيكالي بعقلك، حلها بعقلك الاول، او عايز ترتبهم وتخليهم تصالحهم كلهم، تخليهم شبه بعض، صالحهم وخليهم شبه بعض. طب دول شبه بعض في حاجه؟ لا، هبص على الدينومينيتور، مين اللي يتولى يحل لي المشكله؟ 12، طب انا 12 تمام، طب وهنا 12 تمام، طب ال 3 تنفع تبقى 12؟ اه، طب ال 4 تمام، طب ال 6 ترضى، يبقى كلهم رضوا ان هم يبقوا 12، بس الاول في هنا فراكشن ناقص. يبقى انا كلهم هيبقوا 12 وهنا 12 وهنا 12 وهنا 12 وهنا برضه هيبقى 12. طب اول فراكشن اللي هو 11 اوفر 12 ده ما اتغيرش، 12 هي هي 12، عملت ملتر ما اتغيرتش، يبقى اللي فوق ما اتغيرش، يبقى هنا 11. طب والتاني ال 12 هنا برضه ما اتغيرتش، يبقى ال 5 مش هتتغير. طب وهنا ال 3 كبرت بقى 12، ال 3 تتكرر كام مره عشان تبقى 12؟ 3 6 9 12، 4 مرات، يبقى ال 2 اللي فوق تتكرر 4 مرات، تبقى كام؟ 8. ولو جيت تشوف هنا 2 اوفر 3 اكتر من الهاف، 8 اوفر 12 برضه اكتر من الهاف. طب انا هنا ال 4 اوفر 12، ال 4 بقت كام؟ الفور بعد كده لسه لي تو فراكشن هغير. لو جيت مثلا تشوف هنا الفراكشن اللي قبل الاخير ده، هنا الفور بقت 12، يبقى كررتها كام مره؟ 4 8 12، كررتها 3 مرات، يبقى ال 3 كررها 3 مرات، تبقى هنا تبقى كام؟ 9. طب الفراكشن الاخير ال 6 بقت 12، يبقى كررتها كام مره؟ كررتها مرتين، يبقى ال 5 برضه هتكبر مرتين، تبقى كام؟ 10. بعد كده هنا خلاص انا خلصت الجزء الاصعب، انا هنا كلهم من 12، يبقى مين الصغير؟ الصغير اللي جاب كام؟ 5 اوفر 12، بعد كده 8 اوفر 12، بعد كده 9 اوفر 12، 10 اوفر 12، زين 11 اوفر 12، ده اكبر واحد فيهم. خلاص كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا، ويا ريت ان انا اكون افدتكم. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولهذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو او خطا فمني ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.